أول حاجة السلام عليكم. طبعا كل سنة وانتم طيبين. نرجع ندور العجلة تاني ونلف اللفة اللي احنا معتادين عليها. أتمنى عجلة العجلة يعني نرجع نكمل المسيرة بتاعتنا يعني. عدوها يا جماعة عدوها، انتوا بقالكم 7 شهور قاعدين في البيت يعني، جت على الكلمة ديت ومش مش عايزين تعدوها. طيب في البداية كده طبعا انتوا عارفيني يعني، اتعرفنا على بعض السنة اللي فاتت الترم الأولاني للأسف. بس طبعا الكورس اللي فات اللي هو كان التفكير النقد ده كان حاجة وستايل وأسلوب وطريقة، فالناس تحاول إن هي شوية بس إيه تنحي اللي حصل في الكورس ده على جنب ونركز بقى في الكورس اللي إحنا هنشتغل عليه بقى الترم دوت، لأن ده هو اللي إيه ده اللي هو فيه الشغل، ده فعلا اللي محتاج كلام كتير. بس قبل ما نبدأ أنا عايز أسمع منكم كده حاجة، أنتوا سمعتوا إيه عن المادة؟ متوقعين إيه من المادة؟ وفي نفس الوقت برضه حاسين من قبل ما نحط إيدينا في أي حاجة المادة هيبقى شكلها عامل إزاي؟ بما إنها مادة لائحة جديدة يعني. طيب ماشي، عايز تضيف حاجة تانية؟ كفاية صح. طيب انا عايز الهمهمه تقل تمام، وعايز الناس تتكلم، انتوا عارفين انا بحب الناس تتكلم قوي، فعايز اسمع صوتكم. انا استاذ في الحكايه دي. ها عايز حد كده يقوم يقول لي حاجه هو متوقعها من الماده، حاجه هو هيبقى شايفها، ولا انتوا مش شايفين حاجه او مش عايزين تشوفوا؟ ممكن ايه ماشي، ده توقعك للماده هتبقى شكلها عامل ازاي. طيب ده كلام جميل، انا عايز اتكلم الاول ايه يعني الفيرست امبريشن كده لما تسمعوا ان احنا هناخد ماده فيلدز. انتوا شفتوها يعني في اعدادي يعني، شفت شويه حاجات من الالكتريكال والماجنتيك انجينيرنج يعني، بس انا بتكلم انت متوقع ايه يعني من الاول كده، هتبقى ماده زي الزفت، هتبقى ماده صعبه زي ما راجل الطيب ده قال، هتبقى سهله، هتبقى صعبه؟ طب حد سمع اي حاجه من زمان الكبار قالوا عليها حاجه خير؟ اكيد كله بيشتم فيها، كله بيشتم فيها. طيب الماده بتاعتنا باختصار، الماده صعبه، صعبه، الماده محتاجه مجهود، محتاجه مجهود، لكن هل معنى كده ان الماده ما تتفهمش؟ لا، الماده بتتفهم، بس المشكله ايه؟ مشكله الماده زي ما احنا هنشوف في بدايه السكشن الجاي، ان احنا لما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وعايزين نبدا العلم دوت، ايه الحاجه اللي احنا هنبني عليها العلم ده؟ فنلاقيها بنبنيها على حاجه اسمها بوينت تشارج او شحنه نقطيه. فانت تيجي تقول لي طب هي فين البوينت تشارج ديت؟ اقول لك تخيل ان هي موجوده. فتخيل ان انت بتبدا علم بسم الله الرحمن الرحيم على حاجه بتقول لي تخيل ان هي موجوده، فما بالك اللي قدام هيبقى عامل ازاي؟ تمام؟ مشكلة الالكترومغنيتكس او مشكلة الويفز بوجه عام ان الناس عندها مشكلة ان هي محتاجة تتخيل، محتاجة ان هي تبقى الحاجة دي هتحصل كذا وهتمشي كذا، طب الحاجة دي هتحصل ازاي؟ لا انا ما اقدرش اوريها لك، انا ممكن اقول لك ليها تأثير بس ما اقدرش اوريها لك، وهي دي المشكلة. اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. الالكترونكس هتلاقي حاجات بتركبها وشايفها قدامك، البروجرامنج هتلاقي نفسك بتكتب برنامج وبيطلع اوتبوت وبتشوف الحاجة دي، وكذلك بقيه الطوائف التخصصات عندنا في اتصالات. مشكله الالكترومغنيتكس ان انت علشان تقدر تشوفها وتقدر تحس بمعناها محتاج ان انت تكون مشيت فيها حبه كويسين، والحبه الكويسين دول اساسهم كلهم معتمد ان انت ايه بتتخيل ان الحاجه دي بتتعمل. تمام؟ فده صعوبه الماده كجزء فهم. طيب صعوبتها كجزء حل، انت بتلاقي نفسك خلاص مفيش مشكله هنذاكر، افتح يا ابني الليكتشر، افتح يا ابني التوتوريال، هنذاكر وهنحفظ وهنشد وكذا، حفظنا وذاكرنا وفهمنا كل حاجه، تعال نخش نحل المسائل. ملهاش علاقه اصلا باللي اتشرح، ايه اللي جاب المسائل دي للشرح اللي احنا كنا بنقوله هنا؟ ودي المشكله الثانيه، هي مش بالشكل اللي انت شايفها ده، ولكن انت هتترجمها كده لان كلنا في البدايه ترجمناها كده. طب هي المشكله بتبقى فين؟ المشكله بكل بساطه ان المسائل عشان تعرف تحلها هي بتبقى متطلبه منك برضه انك تبقى فاهم المساله قصدها ايه، مساله بتتكلم في ايه،
تمام؟ لان كل اللي احنا بنشرحه هنا وكل اللي احنا بنتكلم فيه انت مجرد بديك فهم للظواهر العامه ماشيه ازاي، الدنيا بيحصل فيها ايه. لكن لو انا عايز بقى اطبق الكلام دوت في مسائل، ما انا عندي قوانين زي السيركتس كده، انا ممكن اخد القوانين ديت او معوض هنا الاقي الدنيا ماشيه والدنيا جميله. لا، الحكايه مش كده. الحكايه انك مش حافظ 50 قانون هتاخد من ال 50 قانون ده واحد وتعوض وتعمل، قصدي مش بالسهوله دي، تمام؟ فهي مشكله الويفز حاجتين، حاجة الاولانيه ان هي فهمها بيحتاج مجهود وبيحتاج شغل، ولكن مش صعب انك تفهمها، بس انت محتاج تبذل مجهود، دي حاجه لازم تحطها في اعتبارك. هي بتحتاج مجهود اكتر من اي ماده تانية هتاخدها في القسم ده. الحاجه الثانيه ان بالنسبه للحل ممكن انت تلاقي نفسك مش فاهم كويس بس تعرف تحل، دي حقيقه. في ناس في الماده دي ممكن تلاقيهم بيجيبوا امتيازات وسوري في اللفظ حمير ما بيفهموش حاجه، وممكن تلاقي ناس فاهمه وما بتجيبش درجات. فبالتالي برضه لازم تبقى فاهم ان الجزء بتاع الحل محتاج منك برضه مجهود في ان انت تبقى ايه، فاهم ازاي هتتعامل معاه، اوكي كده. فباختصار الماده محتاجه مجهود. ده كده بالنسبه لايه، للكلام الجنرال. طيب تعالى بقى نتكلم على الماده بتاعتنا. ايه مشكله الماده؟ لائحه جديده. طب وايه مشكله اللائحه الجديده؟ لو احنا جينا قارنا اللائحه القديمه باللائحه الجديده انت هتلاقي الاتي. كورسات الويفز في القسم عندنا كانت بتبدا من سنه ثانيه وتخلص في سنه رابعه، فاحنا كده عندنا كام كورس؟ 6، تمام. ولو احنا شلنا الكورس بتاع رابعه الترم الثاني وقلنا ان هو ملوش لازمه فاحنا عندنا 5 كورسات. طيب اللائحه الجديده فيها كام كورس ويفز؟ 3. يبقى معنى كده ايه؟ اللي كان بيتشرح في 5 هتشرح في 3. انت عارف الدماغ المصري، هنعمل لائحه جديده بس ايه، لازم الكلام كله يتشرح. فهي دي المشكله، ان انت المنهج اللي كان بيتشرح للناس قبل كده في ترمين مع حضرتك هيتاخد في ترم واحد. طب ثانيه واحده، انا هاخد المنهج ده كله في ترم واحد، طب معنى كده ان انا هاخده كله؟ اقول لك لا، في حاجات كتيره جدا هتلاقينا واحنا بنتكلم سقطناها. طب سؤال، الحاجه اللي احنا سقطناها دي هل هي حاجه ذات قيمه فعلا وليها لازمه؟ اقدر اقول لك ان 90% من الحاجات لا و10% من الحاجات يعني في مواضيع انت ممكن تحتاجها انك تبقى عارف الموضوع ده بيتكلم في ايه، لكن ما تبقاش 100% جواه وتحل مسائل عليه وتبقى فاهم الدنيا تمشي فيه ازاي. ليه بقى محتاج النقطه دي؟ لان زي ما هنقول بعد شويه ده البلوك اللي انت بتبني عليه بعد كده، فانت هتبقى محتاج منه معلومه بسيطه جدا. طب هل معنى كده ان احنا بالشكل ده هنبقى مزنوقين او المنهج الترم دوت هيبقى كتير وبقى نقعد نعيش دور الضحيه، وان قبل كده كان بياخدوه في ترمين احنا بناخدها في ترم؟ برضه الموضوع مش بالشكل دوت. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك في حاجات كتير جدا هتلاقيها بتقع، وفي حاجات هتتاخد بشكل اقل مما كانت بتتاخد عليه، تمام. فبالتالي لو انت في اي لحظه من اللحظات حبيت انك تبص على سيكشن كان بيتاخد السنه اللي فاتت وسيكشن احنا هناخده السنه دي، فانت ممكن تلاقي ان كان في 3 سكشن بتشرح قبل كده بتشرح عندكم في سيكشن واحد. طب هل انا ملزم باللي كان بيتقول في الثلاث سكاشن؟ لا، انت ملزم باللي بيتقال في السكشن. نفس الكلام برضه في المحاضره، اللي كان بيخلص في محتوى محاضرتين او 3 أو 4 ممكن تلاقيه بيخلص معاك في محاضره واحده. طب انا في الاخر مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك اللي حضرتك بتسمعه سواء في المحاضره او في السكشن، تمام. يعني في النهايه اللي حصل بكل بساطه ان انت كان عندك منهجين بالشكل ده كده، احنا قمنا واخدينهم ضغطينهم في ايه؟ في ترم واحد، واحنا بنطالبك باللي موجود في الترم الواحد ده بس. انا مش هكذب عليك، المواضيع زادت، المواضيع زادت، لكن المحتوى انت في النهايه السنه اللي فاتت كانوا بياخدوا 20 محاضره، انت السنه دي هتاخد 20 محاضره. الفكره كلها ايه المضمون بتاع ال 20 محاضره؟ هو ده اللي اختلف، تمام كده. ده كده باختصار بخصوص الايه، الماده، وبخصوص الايه، اللائحه الجديده. نبدا بقى نتكلم في الكورس شويه. الكورس بتاعنا هيمشي ازاي بالنسبه للدكاتره؟ طبعا انتم امبارح قابلتوا دكتور حنا، تمام. دكتور حنا ان شاء الله هيبقى موجود معاكم بدايه من اول اسبوع لحد الميد تيرم. من بعد الميد تيرم يخش دكتور تامر ويكمل معاكم لحد اخر الترم، تمام. ده بالنسبه للمحاضره. بالنسبه للتوتوريال انا منور معاكم طول السنه، ربنا يستر وما تطفيش على اخر الترم. طيب الحاجه المهمه، طب الدرجات هتتوزع ازاي؟ طبعا زي ما انتم عارفين لائحه جديده. طب ايه اللائحه الجديده؟ النظام 40% عمل سنه، 60% فاينل، والماده بتاعتنا من 150، فاحنا اوريدي كده كده عارفين ان الفاينل بتاعنا من كام؟ من 90. طب سؤال، هل الفاينل هيتضمن كل المنهج؟ هيتضمن جزئيه معينه؟ في جزئيه هتتشال، في جزئيه هتتعمل؟ ده مع الدكاتره، تمام. يبقى كده ده بالنسبه للفاينل.
بالنسبه بقى لاعمال السنه هتلاقيها اتقسمت كالاتي: 30 على الميد تيرم اللي هيبقى كله في جزء دكتور حنا اللي هو الالكتروستاتكس والماجنيتوستاتكس، تمام؟ وهيبقى فيه تو كويزز عندنا في الترم. الكويز الاولاني هيبقى في ويك 5، والكويز الثاني هيبقى في ويك 12 او 13. ايه بقى ويك 5 وايه ويك 12 و 13؟ احنا دلوقتي ويك 1، يعني انت بعد 4 اسابيع عندك كويز. طب سؤال: الكويز ده هيتعمل امتى؟ بشكل مبدئي هيتعمل في الوقت اللي انت هتبقى موجود هنا فيه في الكليه. ازاي؟ انا هظبط مع المناديب وتبقى الحكايه دي ايه تنزل لكم خلال الايام الجايه، تمام؟ طيب، فانت هيبقى عندك ايه؟ تو كويزز عليهم ايه؟ 10 ماركس. واخر حاجه هيبقى عندك ايه؟ تو لابس. والحكايه دي في اللائحه الجديده دي كويسه. ليه بقى؟ لان زي ما احنا قلنا كل الكلام اللي احنا عمالين نحكي فيه دوت، انا بقول لك تخيل تخيل تخيل. طيب لما يكون في عندك حاجه تقدر ان هي توريك التخيل ده، مش ده تبقى حاجه احسن؟ هي دي الفكره. احنا ان شاء الله الترم دوت هنشتغل على بروجرام اسمه سي اس تي، وهنبدا ان احنا نناقش فيه ايه؟ تو بروبلمز. او وانا يعني عارف اللي هو بحاول على قد ما اقدر ابعد، بس ماشي، هنناقش فيه تو بروبلمز، تمام؟ اول بروبلم هتبقى ليها علاقه شويه بالشغل بتاع الالكتروستاتكس اللي احنا هنبدا نتكلم فيه ان شاء الله من السكشن الجاي، او لو لحقنا نتكلم فيه شويه من السكشن دوت فهنبص يعني. والبروبلم الثانيه ليها علاقه بحاجه ان شاء الله هناخدها بعد الميد تيرم في اخر الترم خالص، تمام؟ ميزه الكلام دوت ايه؟ ان انت لما هتتعامل مع البرنامج ده هتشوف الحاجه اللي احنا كل شويه عمالين نتكلم عليها بشكل نظري. الحاجه بس اللي انا عايز اوضحها بالنسبه للناس ايه؟ ما تزهقش من كميه النظري اللي انت بتشوفه في الماده الترم دوت، لان الماده فعلا اغلبها في جزئيتها الاولانيه هي نظري. البراكتيكال ابلكيشن بتاعت الحاجه دي مش موجوده بالشكل اللي انت متصوره قوي، وان كان هتلاقي بس مش بالشكل اللي انت ممكن تشوفه في المسائل. الجزء الثاني من المنهج لا، هتلاقي ان انت شويه ابتديت تخش في حاجات فعلا ليها لازمه وممكن تحس ان انت بتستفيد منها. بدايه بقى من السمستر الجاي وفي نفس الوقت برضه سنه ثالثه الترم الاولاني، كل الكلام اللي انت بتشتغل عليه حاجات موجوده على ارض الواقع، تمام؟ فخد بالك بس علشان ايه؟ الترم هيبقى فيه شغل ماثيماتكس كتير على عكس اللي جاي بعد كده، ماشي؟ ده كده بالنسبه لايه؟ العمليه بتاعه توزيع الدرجات. طيب زي ما حضراتكم واخدين بالكم انا بشرح على ايه؟ على سلايدز. السلايدز ديت بالشتات، بحلول الشتات، بالكويزات لما تنزل، بالكويزات اللي كانت بتنزل للناس قبل كده، كلها هتلاقوها على اللينك ده. ده السكولر بتاعي وده اللينك بتاع الايه؟ بتاع الكورس بتاعكم، تمام؟ حضرتك هتخش هتلاقي الحاجه موجوده عليه. دلوقتي هتلاقوا ايه؟ مرفوع عليه اول سيكشن اللي احنا بنتكلم فيه ده، تمام كده؟ طيب ده كده كلام جميل. طبعا حضرتك خلال الترم هيبقى عندك اسئله، اسئله في الايه؟ في المنهج. انا عايز اعرف الحاجه دي جت ازاي، الحاجه دي اتحلت ازاي، الحاجه دي اتعملت ازاي. فهيبقى في جوجل شيت كده، واخد بالك؟ حضرتك بتخش تكتب السؤال بتاعك وهتلاقيني ان انا ايه؟ بجاوب عليه، تمام؟ ممكن حتى نبقى نتكلم على التفاصيل بتاعته احسن على الكلاس روم، عشان احنا مش عايزين نخش في ايه؟ في وجع الدماغ ده هنا. طيب ده كده بالنسبه للاسئله اللي في المنهج. طب لو انت عايز تسال على اي حاجه ثانيه، هل مثلا في سكشن الاسبوع الجاي ولا لا؟ الكويز انا تعبان ومش هقدر اجي، حصلت لي مثلا ظروف ومش هقدر اعمل كذا، اي حاجه ثانيه ما لهاش علاقه بالاسئله بتاعه المنهج كمنهج، الميل بتاعي اهو، وتبعت بالميل سبجكت دي، تمام كده؟ حكايه كده متنظمه، اوكي؟ طيب احنا بقى نظامنا في التوتوريال هيمشي ازاي؟ لحد الميد ترم احنا مع بعض ان شاء الله كل يوم خميس، ما عدا طبعا الاسبوع الجاي عشان المولد النبوي، فالمحاضره هتتسجل وهتنزل لحضراتكم اونلاين. طب بعد الميد ترم، بعد الميد ترم النظام هيختلف. دكتور تامر هو اللي هيخش لكم يوم الخميس، وانا ان شاء الله اللي هخش لكم يوم الاربعاء، تمام كده؟ ده الى الان السيستم. لو في اي متغيرات هتلاقوني ايه؟ بابديتكم بالحكايه دي. ده كده كل الكلام اللي احنا ممكن نهري فيه ليه علاقه بالايه؟ بالبدايه بتاعتنا في الكورس. حد عنده اي سؤال في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دوت؟ كده الامور واضحه؟ طيب حاجه بقى اللي انا هطلبها من حضراتكم ايه؟ ان انت وقت ما تكون موجود في السكشن زي ما انتوا باصين لي كده ومفيش صوت طالع، انا عايز الحاله دي تبقى دي الحاله الدائمه. انا عايزك تخش هنا السكشن تبقى عايز تسمع، مش عايز تحضر انا ما بقولكش تحضرش.
حاسس يا سيدي ان انا بتكلم ببطء وانت زهقان مني، هيبقى عندك السكشن هو بيتصور، اتفرج عليه على سبيد اعلى. في الاخر انا عايزك طالما دخلت هنا تبقى قاعد بتسمع لي وبس، او لو انت عايز تسال تقوم رافع ايديك وانا جاوب. اوكي كده؟ على اساس بس الامر ده يبقى ايه؟ واضح بالنسبه للناس كلها. طيب احنا بقى جايين النهارده نعمل ايه؟ احنا النهارده هنتكلم في حاجتين. الجزء الاولاني يعني هو حته انترودكشن كده، والجزء الثاني هو اللي هنبدا شويه نخش ايه في الماثيماتكس والشغل اللي احنا محتاجينه من الفيكتور اناليسز في الكورس بتاعنا. تمام؟ طيب ايه هو قصه الانترودكشن؟ لما حضرتك بتاخد اي علم جديد لازم تحط في دماغك ثلاث حاجات. هو ايه العلم اللي انا رايح اخده دوت؟ انا ليه باخد العلم ده؟ والعلم ده ازاي هاخده في القسم؟ وفي نفس الوقت هل ليه alternatives بره ولا لا؟ ده كده السؤال اللي انت لازم تساله لنفسك، او الثلاث اسئله اللي انت لازم تسالهم في نفسك في اي كورس انت تاخده، او في اي ميجور انت هتاخده جوه القسم. تمام؟ فاول سؤال يعني ايه electromagnetics؟ طيب عشان نفهم يعني ايه electromagnetics نبدا نبص على الديفينيشن. ايه هو الديفينيشن؟ قال لك هو الستادي اوف ذا افكتس اوف الكتريك تشارج ات ريست اند ايموشن. حلو. يبقى انا دلوقتي بقول انا في حاجه عندي اسمها الكتريك تشارج، اللي هو لو احنا عايزين نتكلم عن حاجه احنا فعلا متاكدين ان هي موجوده، اللي هي الالكترونز مثلا او البروتونز، واحنا هدفنا الاساسي ان احنا نعرف الحاجه دي وهي موجوده تاثيرها عامل ازاي. طب تاثيرها عامل ازاي فين؟ في المحيط اللي هي موجوده فيه. لما تكون ثابته ولما تكون في حركه. طب ثانيه واحده، ثابته؟ احنا الحاجات دي كلها لما سمعنا عنها عمرنا ما سمعنا عن حاجه ثابته، ازاي الحاجه دي هتبقى ثابته؟ هنجاوب السؤال ده قدام. تمام؟ المعلومه اللي انا يهمني ان حضرتك بس تبقى عارفها ان التشارجز هما نوعين، لا اما بوزيتيف لا اما نيجاتيف. والتشارجز ديت زي ما حضرتك عارف هي الاساس اللي بيتولد منها حاجه اسمها الايه؟ الالكتريك فيلد. تمام؟ كلام جميل. طيب التشارجز ديت لو كانت بتتحرك فهتولد لك حاجه اسمها كارنت. الكارنت ده هو اللي بيولد لك الايه؟ الماجنتيك فيلد. يبقى احنا دلوقتي من الكترومغنتكس عرفنا ان احنا عايزين ندرس تاثير التشارجز ديت. تاثيرها على حسب الكلام اللي موجود هنا ان هو بيطلع لي حاجه اسمها الكتريك فيلد وحاجه اسمها ماجنتيك فيلد. حلو. يعني ايه فيلد؟ ده السؤال الثاني. احنا عرفنا التاثير، طب ايه معنى كلمه فيلد؟ فيلد it is a spatial distribution of a quantity which may or may not be function of time. ايه معنى الكلام ده؟ طبعا انتوا عارفين ان انا لو بتكلم على electric field فده الرمز بتاعه، ولو انا بتكلم على magnetic field فده الرمز بتاعه. اللي احنا بنقوله ان ده عبارة عن function عادي، function عادية، حاجة mathematics، بس هي بتبقى function في حاجة من الاثنين، السبيس، وفي نفس الوقت ايه ممكن او ممكن لا تكون function في الايه؟ في التايم. يعني معنى كده ان اي فيلد حضرتك هتتعامل معاه لا اما يبقى فانكشن في السبيس بس، لا اما يبقى فانكشن في الايه؟ في السبيس والتايم. طب ايه هو السبيس دوت؟ على حسب الكوردينت سيستم اللي انت هتشتغل عليه، وده الجزء الثاني من الايه؟ من السكشن ان شاء الله. ولكن اللي انا بس عايز افهمه دلوقتي ان الالكتريك فيلد يبقى فانكشن في السبيس بس او فانكشن في السبيس والتايم. لو حضرتك بتتعامل مع ان هو فانكشن في السبيس بس ومفيش تايم انت باصص عليه، فانت كده بتتكلم على ستاتيك الكتريك فيلد وستاتيك ماجنتيك فيلد، وده الكلام اللي احنا هنغطيه فين؟ قبل الميد تيرم. طيب لو ابتدى بقى التايم يخش في الموضوع، لا احنا كده بنتكلم على حاجه اسمها تايم فيرينج الكتريك فيلد معاه تايم فيرينج ماجنتيك فيلد، او ما يسمى الالكترو ماجنتيك ايه؟ فيلد. وده ان شاء الله كلامنا فين؟ بعد الميد تيرم. حلو كده احنا عرفنا يعني ايه فيلد. الفيلد بقى بيتعمل ازاي؟ ناجل الايه السؤال دوت للايه؟ السكشن الجاي. خلاص كده؟ يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه الكترومغنتكس، ومنها عرفنا يعني ايه فيلد. طيب نسال بقى السؤال الثاني، هو احنا ليه بناخد الكلام ده؟ طب بلاش السؤال ده، نسأل سؤال أعم شوية. هو احنا متوقعين إن شاء الله بعد سنتين أو بعد ثلاثة من دلوقتي لما نتخرج القسم ده هيكون وصلنا لإيه؟
يعني احنا هنتخرج يبقى عندنا قدره ان احنا نعمل ايه؟ ماذا يؤهلك قسم اتصالات لفعله؟ او ناخد الجنب التاني من السؤال، لما حضرتك كنت داخل اتصالات من اعدادي انت كنت متخيل ايه؟ expectations versus reality. فانت ليه دخلت اتصالات؟ وبلاش الجواب المعتاد انا كنت بكره الرسم الهندسي فانا دخلت اتصالات، لان انا برضه زيكم انا كنت بكره الرسم، فايه الحاجه اللي ما فيهاش رسم؟ اتصالات، خلاص نخش اتصالات. بس ليه دخلت اتصالات؟ وبرضه بلاش حته ايه، اصل كان مجموعي كويس فاستخسرته فقلت اخش اتصالات. فاحنا دلوقتي عايزين نجاوب على سؤالين. السؤال الاولاني، القسم دوت متوقع ان هو يأهلك لايه لما انت تبقى خارج منه؟ ايه الحاجه اللي انت تعرف تعملها لما انت تبقى خارج منه؟ الحاجه الجنرال، انا بتكلم هنا على الصوره الجنرال، مش بتكلم على حاجه سبيسيفيك، لان طبعا احنا عارفين كل واحد مننا هيتخصص في حاجه معينه، بس انا بتكلم الحاجه الجنرال المفروض ان كلنا خارجين معانا على الاقل 50% منها، وكل واحد جوه تخصصه مع ال 100% اللي احنا بنتكلم عليها. والسؤال الثاني، انت وانت داخل اتصالات دخلت ليه؟ او كنت داخل متوقع ايه؟ فالناس بقى ترفع ايديها وتتكلم. ما انا قلت لك ايه، اديني السؤال جنرال، ما تقوليش على حسب الابليكيشن. ايه؟ تعرف تجمع؟ اتعامل مع تمام ماشي. طيب دخلت اتصالات ليه؟ على ده اتصالات ليه؟ ها ايه؟ امي كانت اتصالات بالواسطه يعني، تمام، بالاجبار. تمام. طيب حد تاني؟ ماشي، غشيتها منين؟ تمام. طيب، طب ليه دخلت اتصالات؟ هجيلك حقيقة. بالاستبعاد برضه. تمام. لا، الأول متوقع إيه؟ ديزاين لإلكترونيك سيركت. تمام، ليه دخلت اتصالات؟ كنا كلنا شباب برضو. طيب حد من البنات يحب يسمعنا صوته؟ ايه اوقات ماشي، بقول لك كنا شباب برضو. ها حد من البنات يسمعنا صوته؟ برضو ديزاين اوف الكترونيك سيركت، كلام جميل. ليه بقى دخلت اتصالات؟ اوكي، فاضطريت، اسف انا خشت اتصالات. تمام. ها حد من البنات تاني سمعنا صوته؟ اخر حد ارفع ايديك بدل المختار. ها ايوه انت ايوه ها ماشي اوكي. ليه بقى دخلت اتصالات؟ هو واضح ان هو اسطمبه، لا كاره الرسم فدخلت اتصالات، لا اما كنت نفسي اخش حاسبات بس ما جاتليش. ف طيب، لو انتوا بصيتوا لاغلب الكلام اللي اتقال هتلاحظوا ايه؟ ان احنا لو بصينا على الجزء الثاني من السؤال، هو الجزء الثاني من السؤال بيقول انت دخلت اتصالات ليه؟ هتلاقي ان 90% من اللي قاعدين، ما كانش 95% هم دخلوا القسم دوت وهم مش عارفين ايه اللي جواه، مش عارفين هم عايزين منه ايه. لاما انت دخلته لان انت كاره حاجه فانت مش عايز تلاقي الحاجه دي، لاما انت دخلته لانك انت ما لحقتش الحاجه اللي هتبقى اعلى منه، لاما انت دخلته في اعتقاد كده، ودي حاجه ما قالهاش حد يعني بس ممكن تبقى برضه موجوده، انا بحب الماس والفيزيكس وهم قالوا لي هتلاقي ماس وفيزيكس هناك فانا دخلت. بس فغالبا دي الثلاث اسباب اللي فعلا هتلاقي اغلب الناس بتتكلم فيها. حته بقى ان حد يقول لك لا اصل والله انا مثلا سمعت ان احنا هناخد جوه كذا فالحاجه دي شدتني، قليل جدا اللي هتلاقيه انترستد قوي ان هو يفكر التفكير ده. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، ده مش حاجه غلط،
كلنا غلطنا الغلطه دي، انا نفسي غلطت الغلطه دي، انا نفسي بقولك انا لما دخلت القسم دوت انا كنت داخله للسببين دول. السبب الاولاني ان انا فعلا كنت بحب شعر الرسم رغم ان انا كنت جايب فيها امتياز في اعدادي، والحاجه الثانيه ان انا بحب الماس والفيزيكس، فانا القسم دوت هو اللي فيه ماس وفيزيكس فنخش بقى. تمام. طيب فده مش مشكله، المشكله بقى كلها ان انت فعلا ما تبقاش عارف انت خارج عايز تعمل ايه. صاحب الاجابه الصحيحه استاذ هنا ان انت فعليا لو جيت بصيت على اسم القسم، واسم القسم ايه؟ Electronics and Electrical Communication Department، الالكترونيات والاتصالات الكهربائيه. تمام. فلو انت جيت بصيت للديفينيشن ده انت المفروض تبقى فاهم ان انا الحاجتين اللي انا برتكز عليهم او التخصصات اللي انا هاخدها هنا هي بتخدم حاجتين، بتخدم الالكترونكس او الديزاين بتاع الالكترونيك سيركت، في نفس الوقت برضه بتخدم الكوميونيكيشن سيستم. يبقى حضرتك لما هتتخرج من هنا انت لازم يبقى عندك قدره ان انت تصمم كوميونيكيشن سيستم متكامل. طيب الكوميونيكيشن سيستم ده شكله عامل ازاي؟ اي كوميونيكيشن سيستم هو ثلاث اجزاء، جزء ترانسميتر وجزء ريسيفر وجزء ايه؟ وجزء تشانل. تمام. طيب فالمفروض ان انا اعرف اصمم الثلاث حاجات دول. لا خد بالك، تعرف تصمم ده، تعرف تصمم ده، وتعرف تشتغل مع ده، لان التشانل دي حاجة ايه؟ مش بايديك او بايديك زي ما هنشوف دلوقتي. طيب الكوميونيكيشن سيستم اللي احنا بنتكلم عليه ده صورة بيزك شوية، تعالى نفردها سنة، يعني تعالى نمسك الترانسميشن كده ونفرده، وبرضه هنفرده بشكل جنرال بحيث ان كلامنا دوت ينفع على اي كوميونيكيشن سيستم انت هتشوفه بعد كده. لان خد بالك من حاجه، انا بقول لك تعمل ديزاين كوميونيكيشن سيستم، ايه امثله الكوميونيكيشن سيستم؟ ممكن تقول لي الواي فاي كوميونيكيشن سيستم، البلوتوث كوميونيكيشن سيستم، ال2G 3G ال4G ال5G كوميونيكيشن سيستم، ممكن تلاقي حاجات كتيره جدا كوميونيكيشن سيستم. فاحنا هنا بنتكلم على حاجه جنرال شويه. فاحنا مسكنا الترانسميتر ده فتتنا لثلاث اجزاء. اول جزء خالص السيجنال بروسيسنج، تاني جزء حاجه اسمها الداك، تالت جزء حاجه اسمها الار اف فرونت اند. الكلام ده بالنسبه لك دلوقتي مش هيبقى مستساغ، انا الكلام دوت انا ما سمعتش عنه خالص او ما شفتوش، بس الكلام دوت المفروض خلال مرحله خلال رحلتك جوه القسم انت هتشوف الكلام دوت، والكلام ده انت هتشوفه بشكل متفاوت في المواد الكتير اللي انت بتاخدها. يعني اول بلوك ده اللي هو جواه سيجنال بروسيسنج، هتلاقي ان انت بتعمل مثلا حاجه جواه اسمها سامبلنج. طب احنا هنسمع عن السامبلنج ده فين؟ في كورس السيجنالز. تمام. هتلاقي في عمليات كتيره جدا جدا بتحصل جواه، حاجه مثلا زي كوانتايزيشن. طب تيجي هناخدها فين؟ كورس الكوميونيكيشن. تمام. وهكذا لوكس كتير. طبعا كل سيستم بيختلف السيجنال بروسيسنج بتاعه عامل ازاي، ولكن انت بتتكلم ان هنا في بلوكس جوه الحاجه ديت، انت وانت ماشي خلال رحلتك في القسم هتلاقي نفسك بتاخد الحاجه ديت من كل ايه؟ من كل اغنيه، يعني زي ما نقول كده من كل ايه؟ موال اغنيه. تمام كده؟ فكل كورس انت هتاخده هتلاقي نفسك بتاخد جزئيه، الجزئيه دي المفروض تبقى موجوده فين؟ في الحته دي. بعد كده هيبقى عندك حاجه اسمها الداك، ايه الداك دوت؟ حاجه اسمها ديجيتال تو انالوج كونفرتر، ده الكترونكس سنه ثالثه. تعرف الديزاين بتاعه، تعرف الاشكال بتاعته، تعرف ازاي ان انا بقدر اعمله وايه الانواع المختلفه ليه وايه ميزه النوع دوت عن النوع دوت وهكذا. بعد كده عندك حاجه اسمها ايه الار اف فرونت اند، ده ليها علاقه بالايه؟ ليها علاقه بالالكترونكس، هتلاقي فيه جزء امبليفاير وهتلاقي فيه جزء حاجات ليها علاقه بالموديليشن برضه تبع الكوميونيكيشن. فانت بتتكلم ان كل جزء من دول في حاجات من الكلام اللي ايه اللي انت هتاخده خلال رحلتك جوه القسم ده. لو احنا بنتكلم على الايه؟ على الترانسميتر. طيب لو احنا بنتكلم على الريسيفر، اعرف كده قاعده عامه، اللي بيتعمل هنا بيتعكس هنا. ليه؟ لان بكل بساطه انا عايز اللي داخل هنا يخرج زي ما هو هنا. ابسط مثال على كده الموبايل، انت بتتكلم انا ما يهمنيش ايه اللي بيحصل من اول لما الصوت يخش الموبايل لحد لما يوصل الناحيه الثانيه، انا يهمني ان هو لما يوصل الناحيه الثانيه يوصل ايه؟ يوصل صوت. تمام. فهتلاقي ان الريسيفر بتاعك العكس، انت هنا كنت بتعمل ميديوليشن هتلاقي هنا بتعمل ايه؟ دي ميديوليشن. تعمل هنا امبليفيكيشن هتلاقي نفسك بتعمل هنا ايه؟ دي امبليفيكيشن. هنا كنت انت بتستخدم داك هنا هتلاقي نفسك بتستخدم ايه؟ اي دي سي. هنا كنت بتعمل كوانتايزيشن هنا دي كوانتايزيشن، هنا سامبلنج دي سامبلنج وهكذا. الحاجه اللي انا قصدي ان انا اتكلم عليها ايه؟ ان المفروض حضرتك وانت ماشي جوه القسم في مناهج كتير جدا بتاخدها مش عارفين بناخدها ليه؟ لا انت المفروض تكون عارف هي مكانها فين في الشكل ده، عشان حضرتك لما توصل لمرحله في سنه رابعه
ان انت تكون بتعمل مشروع التخرج بتاعك سواء ليه علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله ده او حتى بيلمس فيه، تبقى عارف هو كل حاجة انا خدتها هي موجودة فين ودورها ايه. تمام؟ مش هقولك ان انت 100% هتبقى مستوعب الكلام ده حتى لما تتخرج، بس قصدي على الاقل تبقى عارف هدف كل حاجة انت بتاخدها ايه، وهو ده الاهم، اهم من الدرجات، اهم من المذاكرة، اهم من احنا نقعد نعمل مشاريع، اهم حاجة انك تبقى فاهم انت بتعمل الحاجة دي ليه. تمام كده؟ طيب ده كله ايه؟ ترانسميتر وريسيفر. يتبقى لنا ايه؟ التشانل. تمام؟ بس قبل ما نخش في التشانل، انت لاحظت حاجة من كلامي؟ انا بقولك هنا ايه، هتلاقي الكترونيكس، هتلاقي كوميونيكيشن، وبرضو ممكن الحاجات اللي هي الداك ديت مثلا او الاي دي سي، تلاقي نفسك تستخدم حاجات ليها علاقه بالكمبيوتر لان انت عايز تستخدم حاجات بقى ايه ديجيتال مثلا مكان انالوج وهكذا. الحاجه اللي انت هتلاحظها سواء في الترانسميتر او في الريسيفر ان اغلب كلامنا ليه علاقه بالتخصصات بتاعت الالكترونكس والكوميونيكيشن والكمبيوتر وشويه ملمس في الكنترول. طب فين الويفز؟ احنا مطرودين، احنا في التشانل. طب معنى كده ان انت مش موجود هنا؟ لا موجود، بس الابلكيشنز اللي انا موجود فيها هنا قليله، وفي نفس الوقت بتشتغل عند فريكوانسي عاليه قوي قوي، فدلوقتي انت ممكن ما تحسش بقيمتها قوي او ممكن ما تشوفهاش قوي. بشكل عام لو احنا بنتكلم على كوميونيكيشن سيستم تيبيكال، فاحنا هنعتبر ان كل الكلام اللي موجود هنا ده تبع التخصصات كلها. طب الويفز فين؟ الويفز بقى موجوده هنا فين؟ في التشانل، هي المين اصلا بتاع التشانل، وشويه بيخش معاك كوميونيكيشن. طيب حلو جدا، تعال نبص على التشانل. ايه هي الاشكال اللي ممكن التشانل تكون موجوده عليها؟ هنلاقي ان احنا عندنا شكلين، لا اما انت بتتعامل مع حاجه وايرد تشانل سلكه، لا اما انت حاجه بتتعامل مع حاجه ايه؟ وايرلس. يبقى معنى كده ان انت عندك شكل من الاثنين، لا اما في اخر الترانسميتر يبقى عندك حاجه اسمها انتنة، وفي اول الريسيفر عندك حاجه اسمها انتنة، ودي بتبعت لدي في خلال حاجه اسمها ايه؟ بروباجيشن ميديوم. شكل الميديوم ده عامل ازاي؟ على حسب، لو بنتكلم في موبايلات يبقى احنا بنتكلم في هواء، غواصات وحاجات زي كده ميه، اند سو اون. بقى ابدا احط امثله كتير، وممكن يبقى اكتر من ميديوم، غواصه بتكلم موبايل، فيبقى انت عندك ميه وعندك هواء، سفينة فضاء بتكلم ايه؟ بتكلم غواصة، and so on. ولكن الفكرة الأساسية هنا إن أنت بتتكلم ايه؟ إن أنت عندك حاجتين أنت محتاج تبص عليهم. الأنتنة عاملة إزاي؟ والبروباجيشن ميديم عامل إزاي؟ تمام؟ طيب ده الشكل الأولاني. الشكل الثاني إن أنت يبقى عندك سلك، طبعًا سلك ده اللي هو ايه؟ المواضف البسيط يعني. ولكن المواضف الصحيح اللي إحنا بنقوله حاجة اسمها جايدنج ستراكشر. حاجه بتجايد الويف جواها بحيث ان هي توصل من الترانسميتر للريسيفر. يبقى احنا من الكلام اللي احنا قلناه دوت انت ملاحظ ايه؟ ان في ثلاث حاجات احنا هنبص عليها. الانتنة شكلها عامل ازاي؟ الويف جوه البروباجيتنج ميديوم شكله عامل ازاي؟ والويف جوه الجايدنج ستراكشر شكله عامل ازاي؟ ومن هنا نجاوب السؤال اللي احنا سالناه في الاول. هو احنا ليه بناخد الويفز؟ ناخد الويفز عشان نعرف نشتغل على التشانل بتاعتنا. نروح بقى لاخر سؤال، طب ازاي حضرتك بقى الويفز ديت هتدرسها بشكل مبدئي جوه القسم؟ جوه القسم هتلاقي نفسك البيز اللي انت بترتكز عليها وتطلع هي اللي موجود فيها كورسات السيركتس 1 وسيركتس 2 اللي هو انت خدتها الترم اللي فات واللي هتاخدها الترم دوت، بلس الكلام اللي احنا هنتكلم فيه قبل الميد ترم. ثانيه واحده، سيركتس، اللي دخل السيركتس معانا في الحسبه دي، السؤال دوت مش هنعرف نجاوب عليه الا لما نوصل بعد الميد تيرم. ولكن الاجابه البسيطه السهله دلوقتي هي الفريكوانسي. لحد لما نوصل ان شاء الله هنبقى نفهم فريكوانسي ايه قصتها مع الاثنين دول، ولكن دي البيز اللي انت بترتكز عليها. عشان كده انا قلت لك في الاول ايه، خد بالك ان الكورس اللي احنا هنتكلم عليه دوت هيبقى فيه ماثيماتكس كتير، وهيبقى فيه شغل انتجريشنز كتير، وهيبقى فيه شغل فيكتور الجبر كتير. ليه؟ لان هو البيز اللي انت بتبني عليه مهم جدا 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 انك تبقى فاهم الكلام اللي هيتقال هنا. ليه؟ لانك كل لما هتطلع كل ما انت بتبني على اللي تحتيه.
الجزء ان شاء الله اللي بعد الميد تيرم ده بيتناقش في الحكايه بتاعه البروباجيشن ميديم. نبدا نشوف يعني ايه بروباجيشن ميديم، ايه الانواع المختلفه ليه، الويف بتتحرك جواه ازاي، شكل الويف عامل جواه ازاي، الباور بتاعه الويف ماشيه ازاي. بعد كده ان شاء الله الترم الثاني هنبدا نتكلم على حاجه اسمها المايكرويف انجينيرنج، ان انت بتمسك الجايدنج ستراكشر دي وتدرسها شكلها عامل ازاي، ايه انواعها المختلفه، الويف جواها ماشيه ازاي، ايه اشكال الويف فيها، في نفس الوقت برضه الباور بيتنقل ازاي. خد بالك اهم حاجه احنا بنتكلم عليها دايما هي الباور. بعد كده يتبقى اخر حاجه خالص في ثالثه الترم الاولاني تكمل بقيه الجزئيه بتاعه الايه الجايدنج ستراكشر في حاجه اسمها الويف جايد، وتنهي كلامك بالايه بالانتنا. لما حضرتك تاخد الكلام ده كله كده على بعضه يبقى انت درست كل حاجه ليها علاقه بالايه بالتشانل اللي احنا اتكلمنا عليها. اوكي ازي حضرتك؟ تمام كده يا جماعه، كده الصوره واضحه بالنسبه للناس كلها. دول الثلاث اسئله اللي احنا كنا عايزين نجاوب عليهم، يعني ايه الكتروماجنتكس، ليه بناخد الالكتروماجنتكس، وازاي هناخد الالكتروماجنتكس. نسيب بقى الكلام دوت ونبدا نخش بقى في الشغل الايه الماثيماتكس. احنا عايزين النهارده نتكلم عن ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الكوردينيت سيستم. طيب كلام جميل جدا، يعني ايه كوردينيت سيستم؟ بكل بساطة انت وانت شغال بتحل في المسائل بتاعتك انت محتاج ريفرنس تشتغل عليه، محتاج حاجة ترجع لها، بحيث ان كل القوانين اللي احنا نشتغل عليها يبقى في حاجة انا اقدر ان انا انسبها ليها. لان احنا زي ما احنا قلنا الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد اللي احنا شغالين عليه ده فانكشن في السبيس وفانكشن في التايم، فاحنا عايزين نوصف السبيس بتاعنا ده، فبنوصفه عن طريق الايه كوردينيت سيستم. فانت جوه الكوردينيت سيستم ده هتعرف تمثل بوينت او فيكتور، واعتمادا على البوينت او الفيكتور ده هنبدا ان احنا ايه نشتغل. طبعا احنا بنتعامل مع اورثوجونال كوردينيت سيستم، معناها ان هم كلهم بيربنديكولار على بعض، زي ابسط حاجه الكارتيزيان لما انت بتقول اكس وواي وايه وزد، ثلاثه كوردينيت الثلاثه ايه بيربنديكولار على بعض. طيب ايه هي الكوردينيت سيستم اللي احنا هنتعامل معاها؟ احنا هنتعامل مع ثلاث حاجات، كارتيزيان سلندريكال والسفيريكال. يبقى اول حاجه عايزك تحطها في اعتبارك ان احنا هنتكلم على الايه على الكوردينيت سيستم. طيب اول كوردينيت سيستم معانا هو الريكتانجلر او الكارتيزيان. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعرفه جوه كل كوردينيت سيستم اللي احنا بنتكلم عليهم دول؟ انت محتاج تعرف سبع حاجات. اول حاجه خالص الكوردينيت سيستم ده مبني ازاي. فاول كوردينيت سيستم اللي هو الكارتيزيان ده اللي احنا طبعا اتعودنا عليه وبنشتغل بيه في اغلب المواد بتاعتنا، ان احنا بنقول ان هو بكل بساطه انت عندك 3 اكسيز اكس وواي وزد، الثلاثه بيربنديكولار على بعض، الثلاثه بيتوصفوا بيونت فيكتور كل واحد في اتجاه الاكسيز دوت اللي هو يو اوف اكس او يو اوف واي او يو اوف زد. ولو انا حبيت امثل بوينت جوه الكوردينيت سيستم ده فبكل بساطه هقوم قايل ان البوينت ديت لو هي اسمها بوينت بي هي ليها 3 كوردينيتس، بي اوف اكس في اتجاه اليو اكس زائد بي واي في اتجاه اليو واي زائد بي زد في اتجاه اليو زد. مع الوضع في الاعتبار حاجه ان اليونت فيكتور دول حضرتك ممكن تكتبهم يو اوف اكس، ممكن تكتبهم اي اوف اكس، ممكن تكتبهم اي، وكذلك هنا طبعا بتبقى جي وهنا بتبقى كي. اي واحده من النوتيشن دول صح، بس النوتيشن اللي احنا بنتعامل معاها هي الايه النوتيشن الاولانيه. تمام كده؟ طيب ده كده كلام جميل، ده اول حاجه لازم انت تكون تعرف تتكلم عليها في الايه في الكوردينيت سيستم. بعد كده كل كوردينيت سيستم انت محتاج توصف فيه ثلاثه اليمنتس. يعني ايه ثلاثه اليمنتس؟ احنا هنعرف حاجه اسمها الديفرنشال اليمنت اوف لينث والديفرنشال اليمنت اوف اريا والديفرنشال اليمنت اوف فوليوم. ايه دول؟ دول بكل بساطه هنفترض النقطه اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي هي متعرفه ببي اكس وبي واي وبي زد ان احنا جينا حركناها مره في اتجاه الاكس ومره في اتجاه الواي ومره في اتجاه الزد، والتحريك دوت صغير جدا 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 كاني عملت ايه دلتا. لو انا فضلت اقلله 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 تقريبا كاني بعمل ايه ديفرنشال اليمنت، فده اللي بيوصفه الديفرنشال اليمنت اوف لينث.
يعني هنفترض ان النقطه ديت موجوده هنا كده، مره نحركها في الاكس دايركشن، مره نحركها في الواي دايركشن، مره نحركها في الزد دايركشن. تمام. طيب لو انت البوينت دي خدتها كده ومتمديها سنه في الاكس دايركشن، ايه الحاجه اللي هيحصل لها تغيير؟ هل الواي هيحصل له تغيير؟ الزد هيحصل له تغيير؟ حلو. يبقى ساعتها اي اختلاف في اللينس في اتجاه الاكس هيعمل لي بس ديفرنشال اليمنت في الايه، في الاكس. تعال نطبق نفس الكلام على الواي، هتلاقي ايه؟ ان بيبقى عندك ديفرنشال اليمنت في الواي بس، ونفس الكلام على ايه؟ على زد. دي تاني حاجه حضرتك ايه لازم تكون عارفها. طيب بعد كده عايزين نتكلم على الديفرنشال اليمنت اوف اريا. طب دي بقى جت ازاي؟ انت هنا بكل بساطه بتيجي تقول ايه، النقطه بتاعتك هي عملت ايه، هي ما اتحركتش في الاكس بس، او ما اتحركتش في الواي بس، او ما اتحركتش في الزد بس، لا هي اتحركت في اتجاهين. تمام. هتقولي طيب لو انا مثلا جيت قلت هي اتحركت في اتجاه الاكس كده فهي عملت دي اوف اكس، وبعد كده قامت جايه متحركه في اتجاه الواي فهي عملت دي اوف واي، يبقى اليونت اوف اريا ده عباره عن ايه؟ دي اكس في دي واي. تمام. بس السؤال في اني دايركشن؟ حلو، ليه في الزد؟ نرجع للكلام اللي انتوا خدتوه في اعدادي، اي يونت اوف سوري اي اليمنت اوف اريا انت بتتعامل معاها لو هي موجوده في البلين ده اتجاه اليونت فيكتور بتاعها دايما بيبقى ايه؟ بيبقى بيربنديكولار عليها. تمام. وبالتالي زي ما انتوا قلتوا هنا كده، لو انا عايز اتكلم على الديفرنشال اليمنت اوف لينس اللي موجود في اتجاه اليو زد، فانت هتقول ان هو عباره عن دي اكس عن دي واي. طب سؤال، انا ازاي انا كده فاهم هي دي جت ازاي؟ طب ازاي انا اقدر اجيب الدي اوف اس من الدي اوف ال؟ بكل بساطه، انت عايز تجيب اللي في اتجاه اليو زد، خبي اللي موجود في اتجاه الزد واضرب الاثنين التانيين في ايه؟ في بعض. نفس الكلام هتلاقي نفسك بتعمله في بقيه الايه؟ في بقيه اليونت اوف فيكتور، فيطلع لك هنا دي واي دي زد، ويطلع لك هنا ايه؟ دي اكس دي زد. الناس فاهمه الحاجه دي جت ازاي؟ تمام كده؟ طيب ده كده لو انا عايز اتكلم على اليونت اوف ايه؟ او الاليمنت اوف اريا. تعال نروح لتالت حاجه اللي هي الاليمنت اوف فوليوم. طب دي جت ازاي؟ انت بدل ما تتحرك في اتجاه هتتحرك فين؟ في التلات ايه؟ اتجاهات. فهتلاقي نفسك بتتحرك في الاكس سنه، وفي الواي سنه، وفي الزد ايه؟ سنه. فساعتها كانك عملت هنا، لو احنا بنتكلم في الكارتيزيان كانك عملت ايه؟ كيوب. لو انا عايز اجيب الفوليوم بتاعه اضرب الاكس في الواي في الزد. وخد بالك من حاجه، ان اليونت اوف فوليوم سكيلر، بينما اليونت اوف لينس واليونت اوف اريا فيكتور. طبعا احنا عارفين ده ليه، طبعا سكيلر، لان طبعا اي اريا لما تضيف في اي فيكتور لما يضيف في تيكتور يديك سكيلر، الكلام القديم قوي في الفيكتور اناليسيس يعني. فبالتالي ده الشكل ايه اللي احنا وصلنا له. طيب دول اربع حاجات، ايه الثلاث حاجات الثانيه؟ الحاجات اللي انتوا خدتوها مع الدكتور امبارح في المحاضره. انا لو عايز اجيب الجريدينت بتاع سكيلر، لو عايز اجيب الدايفرجنس بتاع فيكتور، لو عايز سوري، ولو انا عايز اجيب الكيرل بتاع فيكتور، طبعا الجريدينت بيخش له سكيلر بيخرج فيكتور، الدايفرجنس بيخش له فيكتور بيخرج سكيلر، الكيرل بيخش له فيكتور بيخرج فيكتور. يعني انا ايه اللي مطلوب مني في كل كوردينت سيستم؟ اللي مطلوب من حضرتك انك تبقى عارف السبع اشكال دول شكلهم عامل ازاي. تمام كده. طب سؤال، هل هنحفظهم؟ طب يا جماعه اوكي كده. طب سؤال، هل انا مطلوب مني احفظ الحاجه دي كلها للكارتيزيان؟ اه للكارتيزيان كوردينت. اه طب بالنسبه لاي كوردينت تاني؟ واحنا ماشيين في المنهج هنشوف ايه الحاجات اللي انت محتاج تفوكس عليها بس، ولكن بوجه عام دول السبع حاجات اللي انت لازم تكون عارفها في ايه؟ في اي كوردينت سيستم. تمام كده؟ طيب ده كده اول ايه؟ اول سيستم، وده سهل واحنا عارفينه. نروح بقى على الايه؟ الحاجات الاصعب سنه، اللي هو الايه؟ السلندريكال كوردينت. في الكارتيزيان انت كنت بتعرف السيستم بتاعك بالاكس والواي والزد، والاكس والواي والزد كانوا واضحين. في السلندريكال بقى انت هتعرف السيستم بتاعك ده ازاي؟ قالك هتعرفه عن طريق ايه؟ ثلاث حاجات،
رو وفاي وزد. وخد بالك رو مش ار، محدش يكتب ار لان الار ديت محجوزه للسفيريكال على اساس عارف ان في ريفرنسز بتكتبها ار، بس احنا هنا النوتيشن بتاعتنا رو. تمام؟ وارجوك ما تلخبطش في الحكايه دي. ليه؟ لان احنا لما هنتقدم شويه قدام هتلاقي نفسك في مسائل انا عايز احلها سفيريكال ولا احلها سلندريكال، فانا عارف ان انا عايز احلها سلندريكال بس انت تكتبها ار. شكرا. تمام؟ طيب يبقى احنا لما نيجي نتكلم على سلندريكال كورنيت فاحنا هنتكلم على ايه؟ على رو وفاي وزد. طب ثانيه واحده، ايه هو الديفينيشن بتاع رو؟ قال لك الديفينيشن بتاع رو بشكل مبدئي، لو احنا هنفترض ان احنا عندنا فيكتور، الفيكتور ده بي ليه 3 كوردينيت، بي او في اتجاه اليو رو، بي فاي في اتجاه اليو فاي، بي زد في اتجاه اليو زد. تعال نفهم كل واحد فيهم بيعبر عن ايه. الكومبوننت اللي هو بي او ده بيعبر عن ايه؟ قال لك ده عباره عن الديستنس ما بين الاوريجن وما بين البروجكشن بتاع البوينت اللي اسمها بي دوت في الاكس واي بلين. يعني البوينت بي دي مثلا موجوده هنا، لو انت جيت وصلتها من الزد اكسيس بخط كده فهتبقى عامله كده. هات البروجكشن بتاع الخط ده فين؟ في الاكس واي. الديستنس بقى من اول هنا لحد هنا هي دي الايه؟ هي دي الرو. طب اتجاه اليورو او اليونت اوف فيكتور اللي في اتجاه الرو عامل فين؟ عامل كده، حاجه كده كانها ايه؟ خارجه. تمام؟ وعلى هذا الاساس الرو ينفع ياخد قيم من اول كام لحد كام؟ من زيرو الانفينيتي. طب الاكس والواي والزد من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي، فده كده اول اختلاف. طيب ده كده الرو. نروح بعد كده للايه؟ للفاي. ايه هو الديفينيشن بتاع الفاي؟ تاني، انت معايا دلوقتي يعني ايه رو؟ عرفت يعني ايه رو ولا لا؟ وعرفت في اتجاه اليورو عامل ازاي ولا لا برضه؟ اللي هو الاتجاه اللي خارج من الاوريجن ده ورايح ناحيه رايح ناحيه النقطه اللي هو السهم ده كده. الحته بتاعت البروجيكشن، بص انت جيت عرفت النقطه بتاعتك بالابعاد ديت. فالنقطه ديت وقعت هنا. تمام؟ لو انت جيت وصلت خط من النقطه دي لحد الزد اكسس مستقيم كده. الخط ده هات البروجيكشن بتاعه هنا، يعني انزل بيه كده كانك نزلت بيه ايه؟ في الاكس واي بلين. بس. تمام؟ فده هو الرو او ده هو البي رو، واتجاه البي رو هو الاتجاه اللي ايه؟ اللي خارج كده، خارج من الاوريجن رايح ناحيه الايه؟ النقطه بتاعتك. طب الديفينيشن بتاع الفاي هي الانجل ما بين البوزيتيف اكس اكسس والبروجيكشن بتاع البي في الاكس واي. يعني انت كده كده نزلت البروجيكشن هنا، الانجل اللي ما بين البوزيتيف اكس واللي ما بين الخط البروجيكشن ده هو ده الفاي. وخد بالك من حاجه، الفاي دي بتتقاس من اول ايه؟ من اول البوزيتيف اكس اكسس. خد بالك الديفينيشنز دي مهمه. وعلى هذا الاساس الفاي بتاعتك اللي انت شغال عليها ايه هي الليمتس بتاعتها؟ اقل حاجه ليها ان ده يبقى هنا على الاكس اكسس، واكبر حاجه ليها ان ده يفضل يكبر 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 لحد ما يفضل يلف 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 ويرجع لها تاني. يبقى اكبر قيمه ليها هي كام؟ 2 باي او 360. ده كده الديفينيشن بتاع الفاي. الديفينيشن بتاع الزد هو نفس الديفينيشن اللي كان موجود فين؟ في الاكس واي زد. تمام كده؟ اللي هو الارتفاع اللي موجود فين؟ في السيستم بتاعك. حد كده عنده مشكلة في السلندريكال ده ماشي ازاي؟ طيب تعالى بقى نروح ايه؟ لليونت اوف اليمنت المختلفة. أول حاجة خالص تعالى نتكلم على الايه؟ على الدي اوف ال. واحدة واحدة بقى، أنت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل ها؟ ايه هو؟ البي فاي؟ اليو فاي؟ ما هو اليونت فيكتور اليونت فيكتور اللي في اتجاه الفاي. بص لو انت جيت بصيت هنا، هي الفاي بتتقاس ازاي؟ من البوزيتيف اكس وانت بتفضل ماشي 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 لحد ما تجيب البروجكشن. اتجاه اليو فاي هو نفس الاتجاه ده اللي هو الحوادايه دي. يعني لو انت مثلا باعتبار اكس واي زد هو اتجاه الروتيشن من البوزيتيف اكس اكسس. تمام؟ وصل. تمام. انا دلوقتي عايز اجيب الايه؟ اليونت اوف ايه؟ اوف اليمنت بالنسبه لللينس. طب هنمشيه ازاي بنفس الكونسبت؟ على اول حاجه خالص نشوف هو في اتجاه اليورو هيبقى عامل ازاي. البوينت بتاعتي موجوده فين؟ موجوده هنا.
لو انا عايز احركها في اتجاه الروح هحركها ازاي على حسب الاسهم اللي موجوده قدامي دي؟ هزقها سنه لقدام. طب سؤال، لما انا زقتها كده سنه لقدام هل حصل تغيير في الزد؟ حصل تغيير في الفاي؟ حلو، يبقى التغيير الوحيد اللي حصل في اتجاه الايه؟ اتجاه الرو. يبقى دي رو في اتجاه اليورو. طب تعال نبص على التاثير اللي حصل في اتجاه الايه؟ اليو زد، لان هو سهل برضه، نفس اللي كان موجود فين؟ في الكارتيزيان. التاثير اللي حصل ايه؟ ان النقطه دي وهي موجوده هنا قمت انت ايه؟ زقيها سنه لفوق. فبرضه مفيش تغيير في الفاي، مفيش تغيير في الرو، في تغيير بس فين؟ في الزد. تعال بقى للفاي. الفاي انت النقطه حركتها من المكان ده وديتها فين؟ وديتها هنا كده. خد بالك على الخط المنقط ده، شايفين الخط المنقط ده؟ فانت حركتها من اول النقطه اللي هي بي ديت مثلا، واعتبر انك مشيتها المسافه دي. انت عايز تجيب بقى اللينس اوف ايه؟ اللينس اوف ارك ده، طول الارك ده عامل ازاي؟ الناس فاهم الحته دي ولا لا؟ حلو، فطول الارك ده عامل ازاي؟ لو تفتكر من زمان، لو انت عندك ارك بالشكل دوت كده، لو دي افترضنا ان هي رو والانجل دي اسمها ايه؟ ثيتا. فاللينس دوت بكام؟ رو في ثيتا. بس سؤال، انت هنا وانت بتتحرك وبتعمل تغيير في اتجاه الفاي، ايه هو الديفرنشال اليمنت اللي اختلف؟ الفاي. وبالتالي المفروض الارك دوت تبقى الانجل دي رو، سوري، تبقى اللينث ده ايه؟ رو، والانجل ديت دي فاي. وبالتالي يبقى طول الارك دوت رو دي فاي. وعلى هذا الاساس يبقى هنا في الدي ال هتصبح رو دي فاي. وصلت كده؟ طيب عايز اجيب بعد كده اليونت اوف لينث، سوري، اليونت اوف اريا، او عايز اجيب اليونت اوف فوليوم. احنا اتفقنا بنفس الكونسبت، انا عايز اجيب الحاجه اللي في اتجاه الرو اخبي واضرب الاثنين دول في ايه؟ في بعض. عايز اجيب الحاجه اللي في اتجاه الفاي اخبي واضرب الاثنين دول في بعض. عايز اجيب الحاجه اللي في اتجاه الزد اخبي واضرب الاثنين دول في بعض. طب هم جم ازاي؟ بالرسمه هنا لو انا عايز اتخيلها. بكل بساطه انت بتتحرك في اتجاه، بعد كده تقوم مغير الاتجاه ايه؟ الثاني. يعني لو انت عايز مثلا اللي بيحصل، التغيير اللي بيحصل في اتجاه الرو، يبقى انت عايز تجيب الاريا اللي موجوده فين؟ كيرفت كده. فانت بتتحرك في اتجاه الزد وبتتحرك في اتجاه الايه؟ الفاي. الناس فاهمه الحته دي ولا لا؟ انت دلوقتي عايز تجيب الدي اوف اس اللي في اتجاه اليورو، تمام؟ احنا اتفقنا ان انت لو عندك يونت اوف اريا، اليونت اوف فيكتور بتاعها بيبقى في اتجاه ايه؟ البربنديكولار عليها. فانا لما اقول لك عايز حاجه في اتجاه اليورو، يبقى انا عايز اليورو هو اللي يبقى ايه؟ يبقى خارج. يبقى انا هتحرك في اي اتجاه؟ في الفاي وفي الزد. عشان كده احنا بنضرب دي في دي، ما هو ده هي جايه من كده. واضحه ولا فيها مشكله؟ تمام. ولو انا عايز اجيب اليونت اوف فوليوم، اضرب الثلاثه في ايه؟ في بعض. ونفس الكلام عندك الايه؟ الجريدينت، وعندك الدايفرجنس، وعندك الكيرف. حد كده عنده مشكله في الكلام دوت؟ طيب نروح لاخر كوردينت سيستم معانا النهارده، اللي هو السفيريكال كوردينت. لو انا عايز اوصف بوينت في السفيريكال كوردينت هيبقى شكلها عامل ازاي؟ البوينت بتاعتي بيبقى ليها 3 كوردينت، ار، ثيتا، وفاي. يبقى اي نقطه هتبقى بي ار في اتجاه اليو ار، زائد بي ثيتا في اتجاه اليو ثيتا، زائد بي فاي في اتجاه اليو فاي. حلو جدا. ار وثيتا وفاي بيعبروا عن ايه؟ تعال نفترض ان النقطه اللي احنا بنتكلم عليها هي موجوده هنا. الديفينيشن بتاع الار، الديستنس اللي من الاوريجن لحد النقطه دي. خد بالك ده عكس الايه؟ الرو. الرو انت كنت بتجيب البروجكشن، هنا انت بتجيب الديستنس من الاوريجن لحد النقطه اللي هي اسمها بي. فده البي اوف ار. طيب بنفس الكونسبت، ايه هي الليمتس بتاعته؟ من اول زيرو لحد انفينيتي. حلو. تاني حاجه الثيتا، ايه الديفينيشن بتاعها؟ الانجل اللي موجوده ما بين البوزيتيف زد اكسس والار فيكتور اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو اللي واصل من الاوريجن لحد البوينت اللي اسمها بي، هي دي الايه؟ الثيتا. طيب الثيتا ديت ايه هي الليمتس بتاعتها؟ اقل حاجه ليها
ان يكون ايه البوينت على زد اكسس، واكبر حاجه ليها ان البوينت تكون موجوده فين عن نيجاتيف زد اكسس. يبقى معنى كده الليميتس بتاعتها من اول كام لحد كام؟ من اول زيرو لحد باي. وخد بالك باي بس مش 2 باي، عشان في الانتجريشنز الباي بيفرق. تمام؟ يبقى الليميتس بتاعه الثيتا في السفيريكال هي بتبقى من اول الزيرو لحد الباي او لحد ال 180. لان خد بالك من حاجه، ما تقوليش ايه لا هو هيلف كده، لا كده 30 مثلا وكده برضه 30، كده 150 وكده 150. احنا بنبدا من البوزيتيف زد اكسس لحد لما نوصل للار فيكتور، فانا ما يهمنيش الاورينتيشن شكلها عامل ازاي. تمام كده؟ طيب ده الديفينيشن بتاع الايه؟ بتاع الثيتا. الديفينيشن بتاع الفاي هو هو زي اللي كان موجود في السلندريكال. شايف الار فيكتور ده؟ هات البروجكشن بتاعه فين؟ في الاكس واي. الانجل اللي ما بين البوزيتيف اكس وما بين البروجكشن دوت هو ده الايه؟ الفاي. وبالتالي الليمتس بتاعته بتبقى من اول ايه؟ زيرو لحد 2 باي. واضح كده الكلام؟ نروح بقى على الايه؟ على الاليمنتس المختلفه. تعال نشتغل على الدي اوف ال. طيب الدي اوف ال اول حاجه خالص اللي في اتجاه اليو ار، اللي في اتجاه اليو ار هو اصلا اليو ار في اي اتجاه؟ اتجاه الار اللي خارج دوت. فبالتالي لما حضرتك تحرك النقطه دي من هنا توديها هنا، هل هيحصل اختلاف في الثيتا؟ هل هيحصل اختلاف في الفاي؟ ماشي. فيبقى عندك ده هنا ايه؟ دي ار. تعالى بقى ايه نروح للايه؟ لليو ثيتا ونشوف التغيير فيها عامل ازاي. اليو ثيتا هي اتجاهها فين؟ اتجاهها في اتجاه زياده الثيتا. يعني مثلا لو انت بتقيس من الزد لحد الار فيكتور، فانت كانك نازل ازاي؟ نازل كده. فاتجاه اليو ثيتا هو الاتجاه اللي ايه؟ اللي نازل ده. طب تعالى نفترض ان احنا عملنا تشينج في اتجاه الثيتا، ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام اللي كان موجود في السلندر، هتلاقيه بيطلع لك ايه؟ ار اللي هو الطول دوت دي ثيتا. كده فيها مشكله ديت؟ اخر واحده دي بقى هي اللي محتاجه ايه؟ كلام شويه. اللي هي اليو فاي. اليو فاي لما انت هتيجي تعمل فيها تغيير، هو التغيير هيبقى فين؟ التغيير هيبقى ان انت بتتحرك كارك كده في اتجاه الايه؟ في اتجاه الاكس واي. يعني كانك ايه؟ بصوا يعني دي لو كوره مثلا، فكانك بتتحرك على سطحها ازاي؟ بتتحرك على سطحها كده. تمام؟ فبالتالي انت هنا عملت ايه؟ انت عملت ارك برضه. بس خد بالك بقى من حاجه، الارك اللي انت عملته دوت هو هنا ليه لينث ار وهنا ليه لينث ار، بس الانجل اللي موجوده في النص شكلها عامل ازاي؟ هي خليط ما بين الثيتا وما بين الفاي. طب انا عايز اقدر اشوفها. عشان تريح نفسك هات البروجكشن الاول بتاع الار فيكتور ده في الاكس واي. فلما تيجي تجيب البروجكشن ادي ار والانجل دي اسمها ثيتا، فانا لو عايز اجيب البروجكشن يبقى ار ساين ثيتا. لما كنا بنعمل ديكومبوزيشن للفورسز لو تفتكروا في الميكانيكا يعني، فبيبقى الجزء الاولاني ار ساين ايه؟ ار ساين ثيتا. بص شايف الفيكتور اللي هو اسمه ار دوت؟ الفيكتور دوت كانه هو عامل كده، انت حركته كده سنه كده. تمام؟ يبقى من بره كانك شايف ان في تغيير هنا كده الحته دي كده. انت عايز تجيب الطول بتاع الارك ده. مشكله الارك دوت ايه؟ ان هو مش متوصف بدلاله انجل واحده، متوصف بدلاله تو انجلز. تمام؟ فبالتالي انت محتاج تخلص من انجل منهم عشان تعرف تفهم الايه الثانيه. فالحل السهل ايه؟ ان انا بدل ما ابص على الار فيكتور ابص على البروجكشن بتاعه في الاكس واي. ليه؟ لان انا لو نزلته في الاكس واي بكل بساطه هقوم قايل اه يبقى الارك ده طوله الطول دوت مضروب في ايه؟ في دي ثيتا. تمام؟ فانا ازاي اجيب البروجكشن ده؟ بالساين، لان انت الانجل اللي بيبقى لازق معاها كوزاين والانجل اللي ايه اللي بينزل بيها بتبقى ساين. فيبقى عندك ار ساين ثيتا. بعد كده التغيير اللي حصل كان في الايه؟ في الفاي. فيبقى عندك هنا ايه؟ دي فاي. عايز بعد كده تجيب الدي اوف اس، عايز تجيب الدي اوف في بنفس الايه؟ الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، وبرده الجريدينت والدايفرجنس والكيرف. تمام؟ خد بالك بقى من حاجه، الكلام اللي احنا عمالين بنحكيه ده اهميته بتكمن في ايه؟ بتكمن في الاتي، ان دي
تولز احنا بنستغلها عشان نعرف نحل. فبالتالي انت لازم تكون عارف التولز ديت ازاي انا اعرف استخدمها ازاي او بشكل عام هي بتعبر عن ايه، ازاي ان انا اعرف اوصفها وكل حاجة فيها مع المسألة اللي هناخدها ازاي ان انا اقدر اركبها بحيث ان انا استخدمها. بمعنى يعني ممكن انت تلاقي مسائل هي جاية متركبة بحيث انك تعرف تشتغل عليها بالسفيريكال. طب لو انا اشتغلت عليها بالكارتيزيان مش هتبقى مشكلة، هتتحل، بس هتاخد وقت ايه اكتر في الحل. او اجيب لك مسألة وما حدد لكش كوردينيت سيستم، فساعتها انت لازم تكون عارف ايه انسب كوردينيت سيستم يبسط عليا الماثيماتكس وفي نفس الوقت برضه يوصلني للحل بشكل ايه، بشكل اسرع. وهي دي الخطوة او دي الستيب نمبر زيرو في حل اي مسألة الكترومغنيتكس. جات لك المسألة مش محدد لك كوردينيت سيستم، يبقى حضرتك بتختار الكوردينيت سيستم اللي هنشتغل عليه. تمام، جوه كل كوردينيت سيستم لازم تكون عارف 7 حاجات، ازاي بمثل فيكتور، ازاي بمثل element of length، element of volume، element of area، ايه gradient شكله عامل ازاي كماثيماتيكال اكسبريشن، الدايفرجنس والكير، لحد لما نشوف بقى الحاجات دي فعليا في قوانيننا احنا بنستخدمها ازاي. دول احنا هنشوفهم ان شاء الله المره الجايه مع الجريدينت والدايفرجنس والكير اللي هنشوفهم قدام سنه. تمام كده، حد كده عنده اي مشكله في الكلام دوت؟ الدنيا كده واضحه، كلام جميل، كل الكلام دوت حلو جدا. طب تعال نفترض بقى ان حضرتك جيت تحل مساله، فانت لقيت في حلك للمساله دي انا اسهل لي ان انا اشتغل بيه السفيريكال كوردينيت او اشتغل بسلندريكال او اشتغل بالكارتيزيان، بس وانا ماشي في الحل لقيت ان الانتجريشن اللي انا وصلت له او الديفرنشيشن اللي انا وصلت له او الاكسبريشنز اللي احنا بنتكلم عليها دول اسهل لي ان انا اعملهم في الكارتيزيان، اسهل لي ان انا اوديهم السلندريكال. فبالتالي انت هنا هتبقى محتاج ستيب تانية اللي احنا بنسميها الايه، الكونفرجنس بتوين كوردينيت سيستم. لو انا عايز انقل من سيستم لايه، لسيستم تاني. تمام، الحاجة اللي انت بس لازم تاخد بالك منها ايه، ان الاكس واي وزد اللي هو الكارتيزيان كوردينيت ده اسمه جنرال كوردينيت. يعني ايه جنرال كوردينيت؟ يعني اي حاجة ممكن تتعرف بيه. انما السلندريكال والسفيريكال دول حاجة بتبقى بنسميهم يوزر بيست. يعني ايه؟ يعني حاجة انت بتستغلها عشان تعرف تحل المسألة بتاعتك، ولكن في الاساس هي ترجع للايه، للكارتيزيان. فبالتالي انت شغلك الاساسي لو انت وانت ماشي عايز تشتغل يفضل انك تشتغل في الكارتيزيان. طب لو المسألة بتتحل في السفيريكال او السلندريكال لا اشتغل فيه، لكن في حتة معينة في الكورس واحنا ماشيين هقولك لا خد بالك انت هنا لازم تعمل الكونفرجن ده علشان تقدر تظهر الديبندنس اللي موجود في الايه، في الكوردن سيستم ده. طيب ده كده كلام جميل، يبقى احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الايه، عن الكونفرجنز بتوين ايه، بتوين ديفرنت كوردن سيستم. انت عندك نوعين من الكونفرجن، النوع الاولاني بنسميه بوينت كونفرجن والنوع الثاني بنسميه فيكتور كونفرجن. واحده واحده، ايه بقى بوينت كونفرجن وايه فيكتور كونفرجن؟ البوينت كونفرجن ده ان انا اجي اقول لك انت عندك بوينت مثلا في الاكس واي بلين هي ليها الكوردينتس ده، عايزك تحولها لي لو وفاي وزد. يعني انا مديك نقطه واحده بس، النقطه دي حولها لي من البلين ده للبلين ده، او حولها لي من ده لده، او حولها لي من ده لده، ان سو اون. الحاجه اللي احنا انترستد ان احنا نبص عليها هي التحويلات من الاكس واي زد لرو فاي زد رايح جاي، والتحويلات اللي من الاكس واي زد للار والثيتا والفاي. طب اللي من السلندريكال للسفيريكال مش هنستخدمها. تمام، طيب ازاي نحول الكلام دوت؟ لو انت جيت تبص هنا كده، لو احنا حتى رجعنا للكوردينيت سيستم حاجه زي سلندريكال مثلا، من غير حتى لما نبص على الديفينيشنز، الزد اللي موجوده في السلندريكال هي الزد اللي موجوده في الكارتيزيان. طب الاكس والواي ازاي يتوصفوا بدلاله الرو والفاي؟ بكل بساطه هتقول لي ما هو ده الرو، لو انا جبت البروجكشن بتاعه على الاكس يبقى هو ده الاكس، لو انا جبت البروجكشن بتاعه على الواي يبقى هو ده الواي. حلو جدا، يبقى ده كده تحويله من الايه،
من الرو والفاي والزد للاكس والواي والزد. طب لو عايز اعكسها هتلاقي ان الرو هو عباره عن الايه؟ السكوير روت بتاع الاكس سكوير زائد ايه؟ واي سكوير، والفاي هي التان انفرس بتاعت الواي على الاكس. انت هنا كل اللي انت بتعمله انت بتلعب في الماثيماتكس مش اكتر. تمام؟ بس خد بالك من حاجه، انت هنا بتحول نقطه واحده بس مش فيكتور. طيب لو انا عايز اشتغل بقى على الكارتيزيان مع السفيريكال هتلاقي نفس الديفينيشن، بس خد بالك من حاجه ان الار بيبقى متشعلق في الهواء، فانت لو عايز تجيب الاكس والواي محتاج الاول انك تعمل له ايه؟ بروجكشن على الاكس واي، فهيبقى ار ساين ثيتا ار ساين ثيتا، بعد كده يتضاف له نفس الجزئيات الكوساين فاي والايه؟ والساين فاي. طب والزد هيبقى ار كوساين ايه؟ ثيتا. ده لو انا عايز احول من الار ثيتا فاي للايه؟ للاكس واي زد. طب لو عايز العكس بنفس الديفينيشن، الار هو عباره عن الايه؟ السكوير روت بتاع الاكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير، الفاي هو التان انفرس بتاع الواي على الاكس، والثيتا هي المفروض ايه؟ هي عباره عن جزئيتين، الزد والسكوير روت بتاع الاكس سكوير زائد واي سكوير، لان ده هو عباره عن الريزلتنت بتاع الايه؟ بتاع الاكس والواي مع بعض. الناس متخيلها ولا لا؟ فل. طب انا في النهايه هل الحاجه دي انا مطالب ان انا احفظها؟ لا، دي حاجه كده بس انت بتبقى ايه عارفها. طب الحاجه دي هنستغلها قد ايه؟ هنستغلها في نقطتين بالظبط في الكورس، فهي مش ذات اهميه قوي مقارنه باللي احنا داخلين عليه. تمام كده؟ ولكن هي في الاساس بتعرف لي التحولات اللي بتحصل ما بين نقطه لنقطه. مع وضع في الاعتبار حاجه، ان لو احنا شغالين في سيستم الزد فيه كان بيساوي زيرو، فساعتها الار والرو بيبقوا نفس الحاجه. تمام؟ على اساس بس النقطه دي تبقوا عارفينها. لو الزد كان في اي سيستم انت بتتعامل معاه مش موجود، فالديفينيشن بتاع الار والديفينيشن بتاع الرو بيبقى نفس الحاجه. فعشان كده بتلاقوا ان في ناس في السلندريكال بتكتب ان هو ار، بس هو بيبقى ار بس في السبيشال كيس دي. طبعا عارف ان هي معلومه عاديه بس انا برضه ايه بنبه عليها. يعني التحويل بقى اللي مهم جدا بالنسبه لنا، ان حضرتك بتحول فيكتور لفيكتور. يعني ايه؟ يعني انت عندك بوينت بي، البوينت بي ديت هي عباره عن بي اكس في اتجاه يو اكس زائد بي واي في اتجاه يو واي زائد بي زد في اتجاه يو زد. انا عايز اخد الفيكتور ده كده كله احوله من الكارتيزيان كوردينت للسلندريك، فساعتها انا بعمل ايه؟ بشيل كل يونت فيكتور وبحطه بالايكويفالنت بتاعه. الناس هنا فاهمه الفرق؟ انا هنا بحول احداثيات نقطه لاحداثيات نقطه، انما هنا انا بحول ايه؟ فيكتور كامل لفيكتور تاني. وحط في اعتبارك حاجه، كلهم نفس النقطه اللي احنا بنتكلم عليها، هو الفرق اختلاف التمثيل بتاعها عامل ازاي، وهنا نفس الفيكتور بس اختلاف التمثيل بتاعه عامل ازاي. طيب انا هنا لو عايز اعمل الكلام ده هعمله ازاي؟ تعمله بسهوله جدا بالايه؟ بالجدول اللي انت شايفه قدامك ده. ازاي؟ لو انت عايز تشتغل انك تحول من الاكس واي زد للرو والفاي والزد بتشتغل على الكولومز، او سوري بتشتغل على الروز. لو انت عايز تحول من رو وفاي وزد لاكس واي وزد بتشتغل على الايه؟ على الكولومز. طب واحده واحده، انا دلوقتي عايز اشيل الاي اكس واحط مكانها ايه؟ احط مكانها كوساين فاي في اتجاه اليورو زائد سوري ناقص ساين فاي في اتجاه الايه؟ اليو فاي. مش هشتغل مش هشتغل. طب ما تقولي يا من الاول كويس كده ولا اوكي كده؟ انا كده شلت اليو في اكس وحطيت مكانه الايه؟ التبديله دي. طيب لو انا عايز اشيل اليو واي اشيلها واحط مكانها ايه؟ ساين فاي في اتجاه اليورو زائد كوساين فاي في اتجاه اليو فاي. لو انا عايز اجيب الكومبوننت اللي في اتجاه اليورو هو هيبقى عباره عن ايه؟ بي اكس كوساين فاي بلس بي واي ساين فاي، كل ده اللي في اتجاه اليورو. طب اللي في اتجاه البي فاي اللي في اتجاه اليو فاي هو بي اكس نيجاتيف ساين فاي زائد بي واي كوساين فاي. طب والبي زد يفضل زي ما هو. تمام؟ التحويلات دي مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى التحويلات دي مهمة؟ زي ما هنشوف السكشن الجاي. لأن بكل بساطة في الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دوت، أنت شايف هنا إيه؟ لو أنا كنت شغال في اليو رو واليو فاي واليو زد،
جوه كل يونت فيكتور من دول في ايه؟ في ديبندنس على الفاي. وبالتالي وانت بتعمل انتجريشن، لو انت بتنتجريت على فاي ساعتها لازم تكونسيدر الكلام ده. مش فاهم؟ ما جاي ان شاء الله هنوضح الكلام ده ايه باستفاضه. ولكن ثانيه بس، ولكن المهم انك تبقى عارف ازاي تحول من الشكل ده للشكل ده او من الشكل ده للشكل ده. ما انا قلت اليو اكس الاي اكس الاي كلهم نفس الحاجه. لا البي اكس تفضل زي ما هي، ده رقم. خدوا بالكم يا جماعه البي اكس دوت مثلا 3 يو اكس زائد 4 يو اكس زائد 13 يو زد، فالرقم بيفضل زي ما هو. طب سؤال، الفاي دي احنا نعرفها منين؟ لو انت لقيتها في المساله هو مديك القيمه هتعملها. يعني زي ما انتوا هتشوفوا كده السكشن اللي نازل لكم هيبقى فيه مسالتين بتمشوا ايديكم فيهم في الكلام ده. يعني عادي، مش دول ولا شيت ولا حاجه، ده حاجه بس كده ماثيماتكس عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. وهتلاقوا الانسرز بتاعتها موجوده تحتها. تمام؟ فممكن انتوا لما تمشوا ايديكم تبقى فاهم الحاجه دي لو احنا حولناها لارقام هتبقى عامله ازاي. ولكن احنا كل شغلنا هيبقى رموز. دي نقطه انا هقولها بعد شويه يعني. تمام كده؟ ده لو انا عايز احول من كارتيزيان لسلندريكال او من سلندريكال لكارتيزيان. طب لو انا عايز احول بقى من ريكتانجلر او كارتيزيان لسفيريكال بنفس الشكل، عايز تشتغل انك على الاي اكس اي واي اي زد تحولهم لدول، اشتغل على الروز. عايز تحول الاي ار والاي ثيتا والاي فاي، اشتغل على الايه؟ على الكولومز. حد كده عنده مشكله؟ طيب يبقى اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده ليه لازمه بالنسبه للكورس بتاعنا هو الجزء بتاع الايه؟ الفيكتور اناليسيس. في الفيكتور اناليسيس احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات. اول حاجه خالص، ايه هي الكوردينت سيستم؟ بنقدر نمثل بوينت جواهم ازاي؟ ايه الانواع المختلفه للاليمنتس جواهم وشكل الجريدينت والدايفرجنس والكيرل؟ الدكتور غطاهم في المحاضره. النقطه الثانيه ان احنا اتكلمنا على الكونفرجنس، لو احنا عايزين نحول نقطه لنقطه ثانيه وازاي ان احنا بنقدر نعمل كده. والحاجه الثالثه ان احنا لو عايزين نعمل كونفرجنس فيكتور من شكل الايه لشكل تاني. في السكشن اللي موجود مع حضراتكم هتلاقوا ان في حاجات زياده بتتكلم في الفيكتورز، ازاي اليونت فيكتور وبيتحسب ازاي، ولو انا عايز احسب ماجنيتيو فيكتور ويعني ايه دوت برودكت ويعني ايه كروس برودكت، الكلام اللي انتوا اوريدي عارفينه. انا بس مش عايز اشرحه لان كده كده بالنسبه لنا دي حاجه ايه ريدندنت، ولكن مهم انك تبقى فاهم الحاجه دي شغاله ازاي. تمام كده؟ طيب ده كده كل الكلام اللي احنا عايزين نقوله. اخر حاجه بقى احنا هنختم بيها ان شاء الله بالنسبه للسكاشن، بدايه من اول الايه السكشن الجاي، كل سكشن هينزل لحضرتك هيبقى فيه في السلايدز اللي موجوده معاك كميه معلومات اكتر من كميه المعلومات اللي مكتوبه هنا في السلايدز. انا كده كده بقول الكلام ده في السكشن، بس انا مخلي المعلومات الزياده في السكشن اللي موجود مع حضرتك. ده حاجه. الحاجه الثانيه، كل المسائل اللي هتنزل سواء مسائل شيت سواء مسائل كوزات هتلاقيني بعد المساله حاطط لك الاجابه كامله بالارقام. تمام؟ اللي مطلوب من حضرتك انك تتكرم وتذاكر. نصيحه، الماده ديت مشكلتها احنا خدنا الكلام ده في اعدادي. طب استنى لما يخش في كولوم وبعد كده ربنا يسهل، يخش في جاوس، يخش في البوتنشال، هوب مره واحده تلاقي الترم جري. ثانيه واحده، الكلام ده اللي انا باخده دلوقتي انا مش فاهمه. طب بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نشمه ونقعد نذاكر، فتكتشف ان انت عليك جبل ايه مذاكره. فنصيحة من الأول، الناس تلتزم وتذاكر. شكرا، أشوفكم الأسبوع الجاي.